خلينا نروح من المرأة الدبلوماسية إلى المرأة الوزيرة. حضرتك بقالك سنتين في حقيبة وزارية هي الأحدث على الإطلاق، يعني برضو كنا كتير ندخل في ديبيتس، سيرتك بتيجي كتير قوي، يعني حضرتك من أكتر الوزراء اللي الناس تتكلم عنك كتير قوي بالخير، وكتير قوي عن النشاط، وكتير قوي عن طبيعة الوزارة، بس ندخل كتير قوي في نقاش الوزارة دي كانت موجودة أصلا ولا ما كانتش موجودة، لكن هي وزارة جديدة، ده اللي احنا عارفينه. لكن اللي عايزين نقوله لحضرتك إنه العمل الوزاري اختلف قد ايه عن العمل الدبلوماسي، ولو ان الاثنين يبدو انهم صعبين. اختلف طبعا، وانا دبلوماسيه كنت يعني بمشي طبعا في قنصليه او بعمل في سفاره ليها محددتها وليها مساحه في التحرك، مش عايزه اقول محدوده ولكن مختلفه بقى لما ببقى وزيره. فلما بقيت وزيره ابتدت كل الملفات اللي انا خدت فيها خبره اثناء عملي كدبلوماسيه، الخبره دي ولدت عندي طاقه ان انا اشتغل فيها اكتر. وطبعا وزارة الهجرة دي وزارة دايما أنا بقول هي جزء من كل الوزارات، عايزة أقول أن وزارة الهجرة حتى مجلس وزراء صغير جدا، لأن أنا جزء من السياحة وجزء من الدفاع وجزء من الخارجية ومن القوى العاملة، كل هذه الوزارات، فتحركي بيبقى أكبر. بحاول أن أنا أشتغل على أفق أوسع، بحاول أن أنا أحل مشاكل بالتعاون والتنسيق مع الوزارات الأخرى. عمل السفيرة طبعا مختلف عن عمل الوزيرة، في إطار أنه طبعا بيقع تحت سلطتك حاجات أكبر، بتقدري تنتجي أكتر، إنما في النهاية هو مكمل لعمل السفيرة بالتأكيد.